الرحيم. كما لاحظتم هذه الايام الاخيره عرفت مدينه تيرودانت واحد تدارج جد مهمه، وهي استقبال رجال السلطه الجدد، وفي نفس الوقت توديع رجال اخرون اللي غادروا الاقليم الى مهامهم الجديده داخل المملكه. بالنسبه للاطر الجدد كان وعلى راس السيد الكاتب بن عجيد كنرحبوا به باسم المجلس الاقليمي، باسمي وباسم اعضاء المجلس كلهم راه حنا كنرحبوا به، وحنا مستعدين للتعاون مع السيد الكاتب العام الجديد. بالنسبه للسيد الكاتب العام والاطر اللي غادرتنا، راه هاد الناس هادو راه عطاو واحد دفعه قويه لتقويه الاقليم، وعلى راس السيد الكاتب العام القديم. بطبيعه الحال هذا كله بفضل العمل الدؤوب ديال السيد العامل اللي كنشتغلوا بجنبه بتنسيق تام، وحنا مستعدين نتعاونوا بتنسيق تام مع العمل مع الكاتب العام الجديد. بطبيعه الحال هذا الشيء كلشي في ظل توجهات النيره لصاحب الجلاله نصره الله. السلام عليكم.